خير يا فارس؟ يخرب بيتك، اديني كده كده. يخرب بيتي؟ ايه اللي بتقوله ده؟ امشي 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 بتراتي امشي، انا عندي ضيوف. امشي. ضيوف؟ ضيوف مين؟ ها؟ واحدة صح؟ اتكلم، مين اللي عندك؟ أمه؟ لا بصدق حدايا ولا بصدق وداني، ايه اللي جابك هنا بت؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا اللي جابي هنا؟ ولا انت ايه اللي جابك هنا؟ اهدي بس يا حبيبتي. ايه حبيبتك؟ الموضوع كده ولا اللي دايما على وداني؟ اوعي ايدك عني، تعالى بس. استني بس، انا هفهمك كل حاجه. هتفهمني ايه؟ هتفهمني ايه وبنت عارفه انك راجل عازب؟ رد عليا، هتفهمني ايه؟ ما تفهميش غلط، انا كنت بحاول اعالج الموضوع من غير ما اقلق. موضوع ايه اللي عايز تتكلم معايا فيه؟ اتكلم. هقول لك على كل حاجه بس سيبيني. مش سايباك. قول لي فواز، ايه اللي جاب بنتي عندك هنا؟ رد عليا، اتكلم. ايه اللي جابك هنا؟ مش دورك انتهى خلاص؟ ليه؟ انت ناسي ان انا لسه ليا حساب ولا ايه؟ انت كنت حاضر اتفاقي مع شريف بيه. ماشي، حقك. اتفضلي. ميرسي يا باشا. لو عاوزتني تليفوني عندك، اطلبني في اي وقت. باي. ها، غارت في داهية؟ ايوه يا فندم. لو ان انا بيني وبينك ما كنتش موافق من اساسه على لعب العيال ده، انا شايف ان الازهار مش خطر للدرجه. يا باشا، يا سعادتك اللي قلت لو شايفينها خطر خلصوا عليها وننتهي بقى من الموضوع ده. ما قلتليش هما اخبارهم ايه دلوقتي في السجن؟ مرتاحين على الاخر، اكل وشرب 10 على 10، مفيش اي حاجه ناقصه، بس هما قلقانين حبتين. عايزك تطمنهم ان انا بعمل كل جهدي علشان يخرجوا قريب. القضيه بقت قضيه راي عام، هنستنى شويه لما الجو يهدى والناس تنسى، ساعتها هيبقوا بره. واو شاهد، مالك يا بنتي؟ مفيش حاجه. بتبكي ليه يا بنتي؟ قلت لك مفيش حاجه. سيبيني. زي ما انا اعرف بتبكي ليه. سيبيني بابا. واو. شاهد يا شربه ومنور، شاهد مالها؟ فين شاهد؟ بتبكي. بتبكي ولا بتبكيش؟ فين راحة؟ طلعت فوق وهي بتبكي. اوعي واخري. واه مالهم الدنين؟ افتح باب. مني ايه يما؟ سيبيني في حالي. بقول لك افتح الباب. افتحي لها الصاروخ، كنت دماغك معاها. اوعي قافلة الباب ليه ومش عايز تتكلم معاي؟ الله الله الله، لما خلقاتك وراح على فين ان شاء الله؟ انا اللي بسالك مش انتي. انت كنت هتفوز بتعمل ايه؟ والله عال مين اللي سالك تاني، انا ولا انت؟ ماشي، عاوزه تعرف انا كنت عند فواز بعمل ايه؟ انا رحت الفواز. تعالي تعالي. بتقول ايه؟ تعالي. ليه؟ اللي في دماغك ده لازم تعرف ان اللي في دماغك ده وهم. سمعانه ولا لا؟ ده وهم، فهماني؟ خلاص ما تعرفش تسمعيني. اسمعك انا، انت كنت عند فواز بتعمل ايه؟ بقول لك ايه، انا مش حاسبك دلوقتي، انا حاسبك بعدين. سمعاني ولا لا؟ عاوزه تقولي ايه؟ لسه ما فهمتيش يا حماره يا توره. اوعي. قصدك ايه؟ قصدي اقول لك ان فواز جوزي. انا ما رضيتش اتكلم ولا اقول عشان كانت الظروف مش مسامحه، ما عايزاش اعمل مشاكل مع ابوي مع اخلاقك. مهما كانت الاسباب المفروض ما كنتيش تخبي. قلت لك ان كان عنده ظروف. انت عارفه بسبب انك خبيتي انا ايه اللي حصل لي؟ عارفه. عارفه ايه؟ فواز قال لي على كل حاجه، قال لي كديه جريتي وراك، كديه صدق عشان ترجع عن اللي في دماغك، وانت ما فيش فايده. كان عنده امل انك تفوقي وتعرفي انه في مقام ابوكي الله يرحمه. لما يسيبني كده على مايا يبقى نادل وجبان، كان مفروض يقول لي من اول دقيقه. كان
هيقول لك ايه وانت نازله رمح وراه؟ وبعدين قال لك ولا ما قالكيش؟ مش ده المهم. امال ايه هو المهم؟ المهم ان انت واخواتك مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تخلينا نستغنى عنكم. حتى لو كان فواس؟ حتى لو كان فواس. اسمعي شهاده حبيبتي، انت صغيره كان لازم تمري بالتجارب دي، بس الضربه اللي ما تموتش جو القلب. بقول لك يا روحي، ما تاجي ننسى اللي فات ونفتح صفحه جديده. قلت ايه يا روحي؟ قصدك ايه؟ قصدي ننسى فواز ده خالص، ولا كاننا نعرفه من اصله. ايه رايك يا روحي؟ ايه يا ام بصيتكم كان علي ليه؟ مالك يا حبيبي، سبت فرشتك وجيت ليه هنا؟ شوف سمعت الزعيق قلت اشوف في ايه. مفيش حاجه، احمد اخوك لسه ما رجعش لغايه دلوقتي. لا لسه ما رجعش. طب تعال تعال استريح في اوضتك. تعال تعال يا حبيبي، تعال تعال يا ضناي. ازيك يا صفاء؟ نعم. الله ينعم عليك، انا بس بطمن عليك. تشكر. تعمل ايه؟ زي ما انت شايف بجزجز ليه. طيب ما جزجز معاك. بح مفيش. طب شوف انا جايب لك ايه. يا ما جاب اللي اسمه ايه لامه. طب وهو برضك الغراب يجيب بسبوسه تستاهل خشمك ده؟ مش تقول انك رحت لوكسور؟ لوكسور ايه بس يا بنت، ده انا جاي من الشغل على هنا على طول، وبعد جايبها لك من جنة مخصوص. وما بعتش واحدة للمحروسة في لوكسور ليه؟ وانا تايهة عنك تلاقيك بعت لها. يا دي النكت، اخدها من قصرها واروح ابيت في اوضة احمد وانور يقطع الحريم وسنينهم. تعال هني هات البسبوسة. سيب البسبوسة. قلت لك هات البسبوسة. شكلك مش عايزاها كده. عايزاها ولا مش عايزاها مالكش صال. وانت كنت خدتها وانت طالع من عند المحروسة؟ تصبح على خير. وانت من اهله يا اخوي. طب والله لأكل البسبوسة واحدة. اللي محيرني يا بنتي، كيف صلاح عرف يخبى عليك المدة دي كلها انه ما بيخلفش؟ الظروف دي يما الراجل كرامته بتوجعه. كان هيقول لي ايه؟ هيقول لي رحت للحكيم وقال لي انك ما بتخلفش. يقول لك ما يقولش ليه؟ ولو قال هيزيد ايه على اللي احنا فيه؟ على الاقل كنت عرفت راسك من رجليك. ولما اعرف راسي من رجلي كنت هعمل ايه؟ اسيب صلاح وراح اتجوز واحد تاني عشان اجيب عيال. صحيح يما العيال عسوة، ليهم فرحة كتير وهم بيجروا في رجليكي، تسمعي صراخهم وتسمعي ضحكهم، ولما بنكبروا بيبقوا هم عكازنا. بس اللي عمله صلاح عين العقل، عشان الشيطان كان ممكن يوزني ويلعب في راسي واخرب البيت. حتى لو كنت اتجوزت واحد تاني كان ايش ضمني اني هخلف منه؟ مش يمكن كان يخيب ظني وما خلفش. شوفي يما، كل شيء قسمه ونصيب، وانا راضيه بالمكتوب كان او هيكون، والحمد لله على كده. انا راضيه بحالي. ما تردي بقى يا ازهار، ردي. ترى عملت ايه مع شهد؟ يا ريتني كنت قلتلك من الاول. ردي بقى، ردي يا ازهار. ارد عليك اقول لك ايه؟ عادي فواز، اقول لك اني لازم اذبحك واذبح نفسي عشان خاطر عيالي. هو لازم اقول لك لازم اقطع عرقه واسيح دمه؟
نعم يا شربات. يا ست الكل، ما تيجي تشوفي لك حل مع شاه. ما لا بدي، مش راضيه تحط الوكل في خشمها وقاعده جنب شنطتها وراسها والف سيف، لازم تسافر. حاضر، روح انت، انا طالعه. حاضر. ايه بنت، موضوع السفر طالعه لي فيه ده؟ انا مش قلت تهمدي وتبطلي المواضيع دي؟ هي ما عاوزه اروح اقعد مع جدي وجدتي شويه، فيها ايه دي؟ فيها ايه دي؟ ايه حلو جدتك وجدك دلوقتي؟ مش عايز تسمع الكلام ليه؟ عايز تمشي كلامك عليا ولا ايه؟ يما انا نفسيتي تعبانه، واحسن حاجه ان احنا نبعد عن بعضينا. نبعدوا عن بعضينا؟ كانك اتجننتي ولا اتجننتي؟ ليه؟ ضراير ولا ضراير؟ بقول لك ايه؟ شويه الهبل اللي كانوا في دماغك دول راحوا لحالهم. عجل يا شهد واسمع كلامي، سمعنا ولا روحي. خلاص يما، ما دام مش عاوزاني اسافر هقعد هنا من غير ولا وكل ولا شرب ولا هتنيل على عيني. تتنيلي على عينك؟ ما تنيليش على عينك، اعمل اللي انت عاوزاه. موتي بالجوع، لما تموتي بالجوع هتاكلي لوحدك، واللي بياكل على ذيسه بينفع نفسه. على راي المثل ما بيقول، يا مخلف البنات يا شايله الهم للممات. قال بنات قال، هو احنا ما كناش بنات ولا ايه؟ هو ده المرار الطابع بتاع البنات بتاعت الايام دي. اه يا مرارك يا زهار. يلا جاد الدم ده. شربات شربات شربات. نعمين يا ست الكل؟ اقول لك ايه، اقمعي خد الوكل واطلع تاني لشهد، سيسيها وحليها لغايه لما تاكل. حاضر. اسمع يا شربات، اقمري. بقول لك ايه، اعمل لها سندوتشات قشطه بالحلاوه والطحينيه عشان بنتي بتحبها، ويمكن ريقها يجري عليها وربنا يهديها وتاكل. يا رب. شربات. نعم. بقول لك ايه، على الترجير بتاع جنينه الحلاوه انا قديها اللي عم يفش. اعملي لك دي لغايه لما تاكل. حاضر. اسمعي. نعم. ما تقوليش انا اللي قلت بتعملك ده، كان الموضوع جاي من عندك. ليه عاد؟ اسكتي وطي صوتك، مع جاز بنتي اتنمرت عليا. حاضر. ربنا يهديك يا بنت وتاكل يا رب. صباح الخير ياما. صباح النور يا ولدي. انور، انت لبست؟ مش كنت تقول لي يا ولدي عشان البس انا كمان؟ هتلبسي ليه بس؟ تلبسوا ليه؟ مش اتفقنا النهارده هنروح نعمل التحليل؟ لا انا هطلع شغل الاول. شغلك ايه؟ اوه على المرار الطافع اللي على راسك يا زهر، شغل ولا صحتك؟ نروح نشوف صحتك الاول وبعدين نروح الشغل. وبعدين الشغل مش هيطير، ولو في حاجه مهمه اخوك هناك في الشركه. لا يما، في حاجات لازم اعملها انا بنفسي. لا انا جاي مرحة معاك. يما خليكي، قلت لك هروح اعمل التحاليل، ما تقلقيش. توعدني يا نور انك هتروح؟ اوعدك يما. السلام عليكم. بالسلامه يا ولد، ربنا معاك، صحبك السلامه، ربنا يخليكوا يا ولادي. نورتونا وشرفتونا يا ولاد. احنا جايين لك يا حاجه عشان نطمن عليكي ونشوفوك عايزه حاجه ولا ايه؟ ربنا يكرمك يا ولدي. وبعدين سيف ده ما كانش زميل بس، ده كان صديق واخ كمان. الشهادات دي من مجلس إدارة الكلية واتحاد الطلبة، دي شهادة تقدير بتاعت سيف، ودي كمان شهادة التخرج بتاعته. احنا عارفين ان الكلام ده ممكن يقلب عليكم المواجع، بس احنا كان لازم نقول لكم ان احنا عمرنا ما هننسى سيف. سيف كان قدوة لنا كلاتنا، وياريت شباب البلد كلها تعرف كديه سيف كان شاب ممتاز. احنا ماشيين في نفس الطريق اللي سيف ابتدى، ومش هنهدى ولا يرتاح لنا بال لما عدت الطار الملعونة دي تنتهي خالص من حياتنا. وبعدين يا حاج احنا كلنا ولادك برضو، وياريت تسمح لنا نبقى نزورك ونتطمن عليك. تشرف وتنوروا في اي وقت، ولو ان يعني ما كانش في داعي تتعبوا نفسيكوا. الله يكون في عونك. الله يخليك يا حبيبي ويخلي لكم شبابكم. يا
برضه مكفول. أم إبراهيم، خبرية بيه، في حاجة ولا إيه؟ هي مدام داليا طلعت ولا إيه؟ مدام داليا سلمت المفتاح ومشت. سلمت المفتاح؟ هي باعت ال لا يا بيه، مدام داليا كانت مأجرة مفروش. ايوه سماح، من فضلك تعالي. ايوه يا استاذ قمر. من فضلك يا سماح، شويه ميه بسكر. في حاجه يا استاذ قمر؟ حاسس بهبوط شويه. اجيب لي سعادتك دكتور ميه بسكر يا سماح. حاضر. عارف يوم ما اعمل معاها ايه؟ انا خلاص احترت وحطيت صوابع العشرة في الشق منها. مش ابوك كان بيقول ان في دكاترة للحاجات اللي زي دي؟ يعني اما هترضى تروح معايا للدكتور؟ وبعدين الموضوع ده هيجيب فضايح، الناس هتقول اتجننت وبتتعالج. ما يقولوا اللي يقولوه، كلام الناس لا هيقدم ولا ياخر. خلاص يا فتحيها في الموضوع ده، ولو وافقت انا ما عنديش مانع. طبعا يا هيسة عاشور عليك شورة. ايه يا ام؟ بقول ايه، ما تاخدها وتنزلوا على مصر عند اختك ازهار، تتفسحوا وتشموا شوية هوا وتدلعها وتهنينها، وان شاء الله ان شاء الله هترجع زي الفل. فين الصبح؟ شوية مشاوير. مشاوير فين دي؟ هو تحقيق على الصبح ولا ايه؟ انت احسن دلوقتي يا استاذ قمر؟ احسن الحمد لله يا سماح. تأمرني بحاجة تانية؟ لا روح انت. بقول لك ايه؟ نعم. تعرفيش معمل تحليل قريب عن هنا؟ في نفس العمارة. في العمارة دي؟ ايوه، بعدين بدورين. ازاي ما خدتش بالك من اليافطة؟ طب شكرا يا سماح. نعم. تيجي معايا يا احمد؟ احمد سرحان في ايه؟ لا مفيش، انا هطلع اعمل تحليل في المعمل اللي فوق. طيب تيجي معاه؟ لا. حبيبي يا اخوي، حبيبي يا سيف، كان لسه بدري عليك، كان لسه بدري عليك يا كبدي. منك لله يا حمدي، منك لله يا حمدي. كان راجلي، راجلي وسندي وظهري وولدي اللي عوضت عن قلة الخلفة. حبيبي يا سيف، منك لله يا حمدي، منك لله. كنت بستنى اليوم اللي يتخرج فيه عشان اشوفه استاذ قد الدنيا واتباهى بيه. منك لله يا حمدي، منك لله، منك لله يا حمدي، منك لله. حاولي تاني يا سماح. ما انا حاولت يا استاذ احمد بس الموبايل مقفول. حاولي تاني وتالت ورابع، ولا انت وراكي حاجه غير انك تنفذ اللي بقولك عليه؟ حاضر يا استاذ احمد. ايه يا احمد صوتك عالي ليه؟ عمال اقول لها تتصل بداليا وهي عماله تدلع. ما اتصلتش انت بيها ليه؟ مش لاقيها، مش لاقيها. مالك متعصب دي؟ انتوا متخانقين ولا ايه؟ بقول لك مش لاقيها، هتعارك معاها كيف؟ طب يلا يلا نروح، شكلك متضايق ومش عاوز تقول في ايه. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام ورحمه الله وبركاته. كويس انك جيتوا عشان نتغدى مع بعضينا. اهدام انا تعبان وطلع رايح شوي. تريح كيف؟ عامله لك الملوخيه اللي بتحبها. اوعي يا كده. هو قله الحياه دي. مال اخوك جاي بزع
حبيب ابشر ليه؟ معلش يا امه، تعالي تعالي. هو جاي من الصبح متعصب على الاخر، قلت اجيبه بدل ما يعمل شكله مع حد. وايه اللي معصب ويعمل مشاكل ليه عاد؟ الله، قول لي يا ولدي، عملت التحاليل؟ عملتها يا ستي، يومين ثلاثة بالكثير والنتيجة تطلع. ربنا يطمن عليك. بقول لك يا حبيبي، اطلع غير خلقاتك وجيب اختك واخوك عشان نتغدوا. حاضر يا امه. يا رب يا رب بارك لي فيهم وادوهم الصحة والعافية وطمني عليه. النبي يا رب تقبلها مني، ده انا وليها. يخرب بيت سنينك، انا برا الفيلا، يا ريت تطلع تكلميني. جننت في عقلك ولا ايه؟ ماشي. الو، ايوه فواز، ايه حركات العيال دي؟ ايه اللي انت كاتبه لي ده؟ اعمل ايه بس؟ ما انت ما بترديش عليا يا ازهار. انا مقدر العصبيه اللي انت فيها. انا عارف ان انا غلطان. طيب نتقابل بس، وانا هعمل كل اللي انت عاوزاه. انا فعلا هقابلك وهتعمل لي اللي انا عاوزاه، بس مروك. لا لا لا، انا ما فيش حاجه. لا كويسه، بس ولدي انور هو اللي تعبان، واحمد كمان راجع مش مبسوط، ده غير خناقه اللي بيني وبين بنتي. بقول لك يا فواز، امشي من قدام الفيلا دلوقتي لحد من ولادي يلمحك. يلا مع السلامه. انا فوق ابا. انا وانت. لا يا حبيبي، هو ابني هيفضل يتألم كده يا دكتور. الحقنه اللي خدها هتهديه. حقنه ايه دي اللي اديتها له؟ ليه هتعمل له عمليه ولا ايه؟ دي حقنه مخدره، انتوا مش عارفين عنده ايه؟ جرى يا دكتور، ما تقول لنا ايه اللي حصل؟ هو بيتعاطى حاجه ولا ايه؟ يخلص يا واد، الكلام الماسخ اللي بتتكلموا على اخوك ده. الاستاذ كلامه صح. كلامه صح يعني ايه؟ ابني بيتعاطى حاجه؟ للاسف ابنك مدمن يا مدى. بقول يا حمديه، ايه رايك؟ يعني انا تعبت من الشغل وعاوز اخد اجازه. اللي تشوف. طب ايه رايك لو نروح عند ازهار نتفسح يومين؟
وماله؟ مادام انت شايف كده خلاص. خلاص يا ست، جهز نفسك، في خلال يومين بالكثير ان شاء الله هننزل مصر. رشاد، احنا نازلين نتفسح ولا عشان حاجة تانية؟ حاجة تانية زي ايه يعني؟ يعني تعرضني على دكتور مثلا؟ دكتور ايه بس؟ خلاص يا حمدية، الموضوع ده انا نسيته خالص. اوعى تكون فاكرني مجنونة. مجنونة ايه يا بت؟ ده انت ست العجلين ثلاثة بالله العظيم. السفرية دي عشان نتفسحوا بس. وماله يا رشاد؟ نتفسحوا؟ ما نتفسحوش ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اقول لك ايه يا احمد افندي، ها اديني طلعت لك اخواتك بره الاوضه عشان تتكلم معايا براحتك. احكي لي بقى الموضوع ده جه ازاي. عايزه تفهم ايه يا ام؟ عايزه اعرف عرفت اللي ما تسمى اللي اسمها داليا دي منين وميتة؟ داليا عميلة عندنا في المكتب، ست جميلة قوي، حبيتها وتعلقت بيها. حبيبي حبيتها وتعلقت بيها؟ وازاي علمتك الادمان اللي انت فيه ده؟ بصراحة يا اما انا حسيت ان هي بتحط لي حاجة في القهوة بس كدبت نفسي. ومن ميتة حبيبي وانت بتشرب قهوة كدبت نفسك ليه؟ قلت لك يا امه بحبها ومش عايز اعمل معاها مشاكل. طب ازاي كانت بتحط لك اللي بتحطه لك ده في القهوه وعرفت ازاي؟ انا يا امه كنت لما ببعد عنها فتره بيجي لي صداع شديد، واول ما اروح لها بتعمل لي فنجان قهوه يهدي نفوخي. يا حبيبي سلام دماغك يا احمد. طب وحكايه الابر دي خدتها كيف وميتة؟ مهما الصداع لما كان بيشد علي كانت بتساعدني يعني وتديني حجم. بتساعدك؟ اه يا ناري دي مزجوجة عليك. اه يا ناري لو طولها بيدي لطلع زمرة رقبتها في ايدي. ياما لا ياما داليا لو لا قول يا حبيبي انا عارفة داليا كويسة. كمل 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 يا ضناي. لما تعودت على الحجم اديتني شوية حجن اديها لنفسي لما احتاج. تاخد حجن وتديها لنفسك؟ ما قلت لك يا امه هي اللي علمتني. هي اللي علمتك كده؟ ماشي ولا يهمك يا ولدي. خلاص يا ولادي اتكلوا على الله انتوا، وانا هبعت هنا مع اخوكم. لا يا امه انا هبيت معاك. ايه الكلام ده يا شاهد انت وامه؟ وانا لازمتي ايه امال؟ يعني ايه لازمتك يا ولد؟ اللي فيك مكفيك، كفايه حبيبي روح البيت استريح انت وانا استنى مع اخوك. ياما انا زي الجن، اتكلوا على الله انت وانا حبيت مع احمد. عشان خاطري انور. ياما اسمعي الكلام امال، ما يصحش تبيت ورا البيت. اتكل على الله والصباح رباح، الصبح تعالي براحتك. حاضر يا ولد. تصبح على خير يا امال. خلي بالك من اخوك. خلي بالك من نفسك ومن شاهد. تصبح على خير يا شاهد. تصبح على خير يا امال. الأول يما الأول على الكلية. سيف شاطر يما، الكل كان بيقول إنه هيبقى حاجة كبيرة قوي. يا ريت زمايله ما كانوا جم قلبوا علينا المواجع بعد ما نسينا. لا يما أنا ما نسيتش، أنا ما نسيتش سيف. الحامل الكذاب وهروب صلاح من السجن هم اللي لهوني. انسي يا بنتي عشان خاطري انسي، بلاش نبص لورا. لا يما قلبي قاعد من تاني ومش هيبرد الا لما احرق قلبها. قصدك حمدية؟ ايوه يما حمدية، حمدية بنت جابر. مش حسيبها مش حسيبها يما مش حسيبها. الو. ايوه فوز. لا انا كويسه الحمد لله. بقول لك ايه، عندك حاجه بكره الصبح؟ عاوزك تجيلي البيت، بس بقول لك ايه ما تاخرش عشان عايز اروح لاحمد ولدي المستشفى.
لما تيجي أقول لك كل حاجة. طيب مع السلامة. السلام عليكم. اهلا يا فواز، تفضل. تفضل يا فواز. ازيك يا زهر؟ الحمد لله. مالها شهد؟ سابت فطورها وقامت ليه؟ اطلع يا شربات، طلعي لها الوكل في اوضتها، واعملي فنجان قهوة. مظبوط الاستاذ فواز. حاضر يا ست الكل. اتفضل يا فوز. اوبر. والله كويس انك انت فاكره قهوتي ايه لغايه دلوقتي. وهنسى قهوتك ليه عاد؟ طمنيني، احمد في المستشفى ليه؟ الفطار يا شهد. انا ما طلبتش تجيبيه. أم نور قالت لي طلعيه. خديه معاكي، ماليش نفس افطر. جرى ايه يا جاهد؟ ما انت كنتي بتفطري. اتكسفتي لما شفتي فواز بيه؟ ما اتكسفتش، نفسي اتسدد. خلاص خدي الصينيه دي واعملي لي شاي. براحتك يا بنتي. مية المية استنتاجك صح، مفيش غيرهم يقدر يعمل كده. اكيد البنت اللي اسمها داليا دي مزقوقه على احمد. لك حتى فكر في الموضوع، اجيبه شمال اجيبه يمين، لقيت نفسي بوصل للنتيجه اللي بتقول عليها دي. ولاد الكلب لعبوها كده عشان يسيطروا عليك. لا انا محدش يقدر يسيطر عليا. ولا انت يا فواز؟ حتى ايوه حتى. ليه بتقولي كده يا أزهار؟ وأنا بقيت عدو خلاص؟ ساعات البني آدم بنينة، الحبيب ممكن يسيطر عليه أكتر من العدو. فعلا. عندك حق. فواز ليه رجع عندك؟ رجاء؟ انت بتترجيني؟ انت تشاوري بصباعك وانا نفس. تكد الكلام اللي بتقوله ده؟ جربيني وانت تشوفي. فواز. نعم. طلقني. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اللي انت سمعته ده مش هتوعدني؟ جاي لي بعض مثل لسانك، امري وانا نفس. ولا عايز ترجع في كلامك ولا ايه؟ لا بس انا عاوز اقول لك حاجه واحده بس قبل ما تحكمي عليا الحكم الظالم ده. انا من غيرك اضيع. وانا بيك بنت تضيع. ازهار انا عمري ما حبيت حد غيرك ولا فكرت في أي يوم إن أنا أحب. يمكن أنا حبيتك عشان أنت نظيفة وأنا ما قدرتش أبقى زيك. أنا نظيفة؟ أيوة أنت أنظف واحدة في الدنيا دي كلها. أزهار ما ينفعش دلوقتي إن احنا نسيب بعض. ده الوقت اللي لازم نقف فيه جنب بعض ونحط إيدينا في إيدين بعض ونفكر مع بعض. ما ينفعش يا فواز،
انا كتير ما اقدرش ابص في عين بنتي، وده اسلم حل لينا احنا الثلاثه. طب انت مصدقه ان انا ماليش اي ذنب في اللي حصل لشهد ولا لا؟ انا عارفه، بس ايه الفايده؟ الفايده انك تحطي ايدك في ايدي وناخدها واحده واحده لحد ما نخرجها من اللي هي فيه. ما ينفعش يا فواز. يعني ايه يا زهر؟ يعني النصيب قال كلمته وخلاص. طيب طب فكري تاني، يعني عندك الوقت اللي انت عاوزاه. فواز طلقني، بقول لك طلقني يا فواز. انت طالق يا زهر، طالق. ليها سعر بيتقدر سلم.